هلا بستكمل اخر شيء قبل ما نترك هاي. لو انا جيت طلعت توب فيو السؤال اللي سألته مين سأله؟ هلا هاي عنا ايوه هاي هذا هون هيك هلا انا لما بطلع من فوق ما بهمني كثير هاي وين بهمنيش الدي انا عم بطلع من فوق وين الزد اكسس صار الزد اي هون فهاي سواء كانت هذه هون وهذه هون ما بيأثر مزبوط ايش اللي بهمني هلا ايش صارت هاي الزاويه بهذا الاتجاه لانه حوالين الزد هاي حوالين الزد بهذا الاتجاه هلا لو اطلعت فرونت فيو او سميته اليفيشن ايش بتسموه انتم بالرسم اليفيشن ولا فرونت فيو لو اطلعت هلا بدال التوب فيو لو جيت اطلعت فرونت فيو راح اشوف بعدين بكمل من هناك هلا هاي الزاويه هاي وين بتصير هون بتصير هيك بس انا ما بطلع فرونت فيو من هون ايش بيهمني along the z i axis اوكي فهذا صار كانه فرونت هلا هذا لو الزاويه هاي تحركت بتاثر على دين ولو دي هاي تغيرت بتاثر على ثيتا عم بتطلع انا هون along لاحظوا احنا شو عملنا هون عم نطلع along عفوا around ثيتا around the z axis دي along the z axis فانا عم بتطلع هون along the z axis around the z axis انتبه بالنسبه لمين مهمه جدا ولا رح تتلخبط دائما لما بشتغل بقول بالنسبه ل z i او بالنسبه ل x i إذا باخذ اثنين اللي قبل بتكون بالنسبة لزد اي، إذا باخذ اثنين اللي بعد بتكون بالنسبة لإكس اي.